بالنسبه لسير المباراه اندريا دياز كره طول امامنا حكيمين استلام حلو مهاره عاليه ملك اندريفا الله على المهاره والفلات الكبيره ملك اندريفا عرضيه قويه خطيره جدا والهدف جوه الجول جوه الجول الهدف الاول الهدف الاول لسه بقول لسه بقول اعزائي المشاهدين لو في هدف هيتغير الشكل واللون وكانهم سامعيني لعبوا النجوم نفسه ويسجلوا الهدف الاول وهدف التقدم من عرضيه جميله جدا من كاندريفا هذه الاعاده مره ثانيه هذه الاعاده مره ثانيه المهاره موجوده والعرضيه موجوده ولمسه على طول وخطر كبير 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 الحارس طبعا السلوفيني حارس سمير هاندروفيتش جت طبعا طلع مسك الهواء وجت في لاعبي ونجوم الانتر ادي العاده ادي العاده جت في مين جت في مين جت في اللاعب برانوكيا وحاول على من كوزما نوفيتش تصل لالفارو لسه نجم الفارو باك الشمال الفارو لسه المحاوله بعرضيه خطيره تعدى راسها جوه الجول هدف التعادل هدف التعادل الله على الارتقاء الله على الارتقاء حلو الارتقاء من النجم الارجنتيني ريكاردو الفاريز يحط دماغه حلو قوي وادي الاعاده مره ثانيه العرضيه الجميله جدا جدا من الفارو وارتقاء جميل وراسيه جميله قويه فين في البعيده في البعيده صعبه جدا جدا راسيه حلوه قوي من النجم ريكاردو الفاريز عشان يسجل هدف التعادل في الدقيقه كام؟ ده في الدقيقه 34 من هنانس ورا لمسه كره طولية حلوه تحرك ممتاز ده خطوره خطيره العرضيه مش ممكن تعدي من قدام فلوكاري وصفاره متاخره وضربه جزاء وضربه جزاء لفريق لاتسيو لكم من المساعد الثاني الجوردانو هذه العاده مره ثانيه تحرك طوله ممتاز وعرضيه جميله جدا وتحرك حلو من النجم على طول فلوكاري ولكن في عرقله ولكن في عرقله موجوده من اندريا رانوكيا وصفاره وضربه جزاء مع لحظات قاتله من عمر الشوط الاول هنانيس على طول هنانيس جوه الجول جوه الجول الهدف الثاني الهدف الثاني للاتسيو الايطالي 2-1 2-1 والهدف الثاني بقدم النجم هنانيس في الثانيه الاخيره من عمر امام لاتسيو الشوط الاول ينتهي بالتقدم لاتسيو على اصحاب البيت والذروه الشعبيه على الانتر 2-1 تقدم هدف كان سجله اللاعب فلوكاري في الدقيقه 22 ثم هدف التعادل بالنسبه للانتر كان ولكن الدفاع من ماركو بيناسي طبعا تعادل مره ثانيه ولكن جوه لاعبي على طول في السلام من على طول نازي تصويمه يا الله جوه جول 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 عالمي جول عالمي ياه 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 مش ممكن مش معقول النجم الافريقي الشاب النيجيري النجم اونازي يحط هدف عالمي يحط هدف عالمي حطها جميله جدا في التسعين في التسعين في ارتفاع جميل وفي ارتفاع رهيب وفي ارتفاع قاتل مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول شويط كبير مدفعجي رهيب هدف ملعوب بقدم